اهلا بيكم، انا مصطفى ودي حلقه جديده من قهوه اليورو. والنهارده نتكلم على المجموعه الثالثه، المجموعه اللي واقعه من اليوروبا ليج تقريبا، مجموعه بتضم هولندا والنمسا واوكرانيا وشمال مقدونيا. نتكلم النهارده في حاجات كتير عن المجموعه دي، ومجموعه غريبه من كل النواحي. فتعالوا يلا نخش في الموضوع على طول ومن غير كلام كتير. حطني رقم واحد في هولندا لندن من صيف. المنتخبات اللي تحس الهوية طبقة على دماغهم شوية. أول ما يجي لك أو أول ما تسمع اسم هولندا بيجي في دماغك حاجات كتير جدا، منتخب مميز بلونه بأساطيره بالطقم بتاعه المختلف عن علمه البرتقاني المميز دون. وإن كان في الآونة الأخيرة مستوى هولندا نزل، بس معاهم مجموعة شباب ومجموعة جميلة ممكن تديلك بص من أمل في اليورو دون. بقول لك إيه يا معلم، أنت هتسيبني أروح أمستردام لوحدي ولا إيه؟ تعالى معايا نشوف حكاية هولندا. الطواحين الهولندية شاركت في اليورو 9 مرات، أولهم سنة 76، وقدروا كمان يحققوا اللقب سنة 88 مع جيل ذهبي مميز كان بيضم فان باستن وريكارد ولود خوليت وكومان. ووصلوا كمان 4 مرات للسيمي فاينل سنة 76 و92 و2000 و2004. وهولندا شاركت في استضافة البطولة سنة 2000 مع بلجيكا وقدرت ساعتها تاخد المركز الثالث. وهولندا كمان صاحبت أكبر فوز في تاريخ اليورو بعد ما كسبت يوغوسلافيا 6-1 في يورو 2000. واكتر لاعب شارك مع هولندا في اليورو هو الحارس التاريخي لمانشستر يونايتد وهولندا فاندر سار ب 16 مباراه. هولندا كمان هتشارك في استضافه اليورو دون على ملعب يوهان كرويف بتاع ايكس، هيضم الملعب دون مباريات المجموعه الثالثه بتاعت هولندا ومباريات دور الثمانيه. واحد يسالني يقول لي هل المنتخب دون قادر لبعيد؟ اقول لك يا معلم على مستوى الاسماء المنتخب دون ممكن يعمل حاجه في اليورو. هتلاقي مثلا في خط الدفاع عنده ديفراي بتاع انتر ودي ليخت بتاع يوفنتوس، هتبص على نص الملعب هتلاقي فينالدو، هتلاقي ديونج، هتلاقي فان دي بيك، هتلاقي لاعب عايزك تحط عينك عليه في اليورو دون هو ديرون متوسط ميدان اتلانتا، لاعب مميز جدا مع اتلانتا في متوسط الميدان. وعلى المستوى الهجومي هم بيعتمدوا على لاعب واحد وهو ديباي. منتخب هولندا لو كان كومان لسه موجود معاهم ولسه مستمر معاهم كنت اقول لك ممكن يروح لبعيد، لكن من بعد ما كومان راح بارسا هولندا وقعت اكتر. هولندا او قبل ما كومان يروح برشلونه هولندا كانت تحت قياده كومان، قدر كومان ينتشلهم من الضياع اللي هم كانوا فيه. هولندا من قبل كومان ما قدرش توصل لمونديال 2018 ولا يورو كمان 2016. كومان لما رجع خلى المنتخب دوت اتقل وخلاه انشف وخلاه على مستوى المنتخبات يرجع لتقله من تاني، وقدر يكسب الوديات الكبيره ويوصل لنهائي دوري الاوروبيه ضد البرتغال، وقدر يشكل فريق تقيل المنتخبات ابتدت تخاف منه. ولكن ديبور اللي ماسك دلوقتي هولندا فشل في كل محطاته التدريبيه، ما عملش اي شيء يذكر او اي انجاز يذكر في تاريخه التدريبي كله، بل كمان ان هو بياخد الفرق بينزل بيها. فربنا يستر ومنتخب هولندا يقدر يتماسك ويقف على رجله شويه وعلى الاقل يوصلوا لدور الثمانيه، عشان معاهم كوكبه لاعبين ومعاهم لاعبين جمال جدا، يعني يحتاجوا انهم يعملوا انجاز حتى مع هولندا بعيدا عن غياب الكبير جدا لفان دايك. فان دايك لو كان موجود مع هولندا كان ممكن يدينا بصيص من الامل انهم يواجهوا اي منتخب ويعدوا من اي منتخب، لكن غيابه هيأثر كتير جدا على منتخب هولندا السنه دي. هولندا في اليورو دون يبقى فريق هجومي قوي جدا معاه لعيبه هجوميه تقيله وحلوه ومعاه نص ملعب دلع. منتخب هولندا هيعدوا من المجموعه ولكن بالضالين، وكمان انا مش متاكد اذا كان هيعدوا متصدرين مجموعه ولا لا. بصراحه اتمنى هولندا تخيب ظن السيء فيهم ويعملوا بطوله كبيره. النمسا واوكرانيا تقريبا الاثنين وجهان لعمله واحده، الاثنين وصلوا لليورو مرتين والاثنين خرجوا، المرتين اللي وصلوا فيهم خرجوا من دور المجموعات. النمسا استضافت اليورو 2008 مع سويسرا وخرجت منها ووصلت لأول مرة من التصفيات في يورو 2016. النمسا تاريخهم في اليورو عكس تاريخهم في المونديال تماما. النمسا في المونديال قدرت توصل للمربع الذهبي مرتين سنة 34 وسنة 54، وقدروا يوصلوا لدور الثمانية في سنة 78، وكمان قدروا يوصلوا لدور 16 في 82. فتاريخهم في اليورو كوم وتاريخهم في المونديال كوم تاني، والنمسا على مستوى اللاعبين في اليورو دول مميزين جدا وهنجيلهم كمان شوية. اكتر لاعب مثل النمسا في اليورو هو مارتن هارنيك ب5 مباريات. منتخب النمسا فريق بامكانيات 7 ولكن بشخصيه ضبعه، ما حسسناش في ولا مره بان في منتخب غلس اسمه النمسا. ممكن يكون عشان الجيل بيستوي، بس ما فيش ولا مره حسينا ان النمسا فريق غلس. لو جيت تبص على السكواد بتاع النمسا في الموسم دون او في اليورو دون هتلاقيه منتخب فيه كوكب من اللاعبين كويسين وتقال. انا لحد دلوقتي مستغرب النمسا ازاي موجوده في القاع وبتعمل ايه كل ده في القاع. ابرز اللاعبين اللي بارزين في منتخب النمسا هو الحارس بيرفن حارس فولفسبورج، وديفيد الابا لاعب ريال مدريد الجديد اللي كان بيلعب بايرن ميونخ غني عن التعريف طبعا ديفيد الابا،
وفي لاعب عايزكم تحطوا عينيكم عليه اسمه كونراد لايمر. كونراد لايمر هو باك ونص ملعب لايبزيج. اللاعب ده تقيل قوي وعايزكم تحطوا عينيكم عليه اليورو ده. موجود كمان في النمسا مارسيل سبيتسر جوكر لايبزيج، وماركو ارناتوفيتش ومهاجم شنغاي الصيني اللي كان بيلعب في وست هام من سنتين. مجموعه كبيره وهايله، وحتى اللعيبه اللي بارزه في منتخب النمسا ومميزين جدا في فرقهم بيلعبوا الصين في فرقهم، فمن الطبيعي مجموعه زي دي او لاعبين زي دول يبقوا اقوى فريق في الفئه المتوسطه من المنتخبات. النمسا في اليورو دوم مستني منهم كتير ومستني اشوف منهم كتير، وبصراحه مش قادر اتوقع اذا كان هم يقدروا يصعدوا في المركز الثالث او الثاني، بس انا اتوقع ان هم يصعدوا في المركز الثالث. اوكرانيا، يعني ايه منتخب اوكرانيا؟ يعني كله يعيش الوهم واوكرانيا تخرج من دور المجموعات. تعال نشوف التاريخ الحزين والبائس لاوكرانيا واللي متعاص امل السنه دي. طبعا مدرب اوكرانيا في اليورو دوم هو اسطورتهم المعهوده اندرياس تشيفتشينكو، مهاجم تشيلسي ومهاجم ميلان، المهاجم المعروف طبعا تشيفتشينكو اللي ما قدرش يعمل حاجه وهو لاعب مع اوكرانيا، فكر انه يمسك اوكرانيا وممكن يعمل معاها حاجه. تاريخ اوكرانيا نقدر نسميه بتاريخ الحديث الولاده. منتخب اوكرانيا كان تحت مسمى الاتحاد السوفيتي، ولكن بعدها خرج من الاتحاد السوفيتي واستقل عن الاتحاد السوفيتي وبقى منتخب لوحده يقدر يشارك باسمه لوحده، وهو منتخب اوكرانيا قدر يشارك بالاسم دوت. ولكن بما ان الاتحاد السوفيتي ما كانش بيعتمد على لعيبه كتير من اوكرانيا، فمش هنقدر ننسب الانجازات بتاعت الاتحاد السوفيتي لاوكرانيا في اليورو. لذلك كانت اول مره اوكرانيا تلعب يورو او تلعب باسم اوكرانيا في اليورو كانت سنه 2012 لما استضافت البطوله مع هولندا. يعني كمان اوكرانيا ما صعدتش من التصفيات، صعدت لما استضافت البطوله. ولكن في يورو 2016 شاركت لاول مره من التصفيات، ولكن بعد ما البطوله زادت وبقت 24 فريق وفي المرتين خرجت من دور المجموعات. يعني يا مؤمن حتى لما ربنا رزقهم بمهاجم ما يتعوضش زي تشيفتشينكو ما قدروش يعملوا معاه حاجه ولا حتى يساعدوه باي حاجه، وكان رافع الرايه لوحده. تشيفتشينكو هو هداف اوكرانيا في اليورو بهدفين، الهدفين اصلا اوكرانيا سجلتهم في تاريخها في اليورو. المنتخب الحالي تخيل انه اقرب من اي وقت مضى انه يحقق حاجه عن الاجيال كلها اللي فاتت. تقريبا تشيفتشينكو اللي ما عملوش هو لاعب هيعمله هو مدرب. اوكرانيا لاول مره يتصدروا مجموعتهم في التصفيات ويصعدوا لما يتصدروا مجموعتهم في مجموعه كانت بتضم البرتغال وصربيا. اوكرانيا لاول مره في تاريخهم ما يخسروش اي ماتش في التصفيات. وجودهم في مجموعه زي دي ممكن تفتح لهم الباب ان هم يصعدوا من دور المجموعات، وليه ما لا يوصلوا لبعيد في البطوله كمان. قائمه اوكرانيا السنه دي فيها شويه لاعبين كويسين جدا، ابرزهم بياتوف الحارس التاريخي لاوكرانيا وحارس خبره وكبير، يارمولينكو جناح وست هام، زينتشينكو باك شمال مانشستر سيتي، مايانوفسكي نص ملعب اتلانتا، ميكولا ماتفينكو مدافع شختار. منتخب قائمته مميزه جدا، وكمان ابرز لاعبين مميزين وبيلعبوا اساسيين في فرقهم ويجي منهم بصراحه. واللي ظاهر كمان ان تشيفتشينكو ناجح جدا انه يخرج من عند اللعيبه دي كل ما عندهم وكل طاقتهم مع الفريق ده. وتوقع لاوكرانيا ان هم يصعدوا مجموعه في المركز الثاني. مقدونيا، وكأن اليويفا بتقدم جميل لمقدونيا وبتقول لهم احنا هنلاعبكم مع شويه فرق او شويه منتخبات من مستواكم، واللي هيكسب فيكم هنصعدوا يورو. اليويفا قرر ان كل درجه من درجات الاربعه في كاس الامم الاوروبيه يصعد منها متاهل واحد، فاكيد اللي في الدرجه الرابعه هيصعد منه فريق ما وصلش لاي بطوله قبل كده واللي احنا شفناه السنه دي، وهو منتخب مقدونيا، او بالادق يعني منتخب شمال مقدونيا. مقدونيا ما شاركتش في يورو ولا في مونديال ولا شمت اي بطوله كبيره، ولكن صعودهم ليورو السنه دي جه في وقته جدا. ليه بقى؟ لانه بيمتلكوا افضل لاعب في تاريخ منتخبهم واللي كسب تشامبيونز ليج 2010 مع انتر ميلان، اللاعب جوردان بانديف. ايوه اللاعب ده لسه بيلعب وما اعتزلش، وكمان هو صاحب التعادل التاريخي قدام المانيا واللي في الاخر كسبت مقدونيا في فوز تاريخي في تصفيات كاس العالم. وكمان بيمتلكوا بلاي ميكر من اللعيبه اللي عينيك تحبهم وتحب تتفرج عليهم، هو بلاي ميكر ونجم فريق او نجم نادي ليفانتي هو باريدي. الحقيقه متابع اللاعب ده من فتره، وبصراحه اللاعب ده كورته بلسم، واتوقع ان اللاعب ده في الفتره اللي جايه هيبقى من اهم لعيبه 10 في الفرق الفتره الجايه. ومعاهم كمان باك شمال ليدز يونايتد اليوسكي، واللي بيلعب فانتزي بعرف اليوسكي كويس جدا، وكمان اليوسكي بيلعب باك شمال ولكن اللي رجعه باك شمال هو بيلسا، ولكن اصلا المركز الاساسي لاليوسكي هو وينج مش باك شمال، فممكن نشوف في مقدونيا او هجوم مقدونيا بيبقى مكون من بانديف وباريدي واليوسكي.
ميزه حتى ان المنتخبات الصغيره المشاركه في اليورو تخليك تفتح التلفزيون تتفرج عليها، بسبب ان عندها كام لاعب مميز جدا يخلوك تتفرج عليهم. وكمان مقدونيا معهاش لاعب واحد بس، زي ما قلت لك معاها جوردان بانديف ومعاهم انيس بريدي اللي بقول لكم حطوا عينيكم عليه اليورو دون، وكمان اليوسكي اللي كنت بكلمكم عليه من شويه، ومعاهم كمان الماس نص ملعب نابولي واريان اديمي نص ملعب دينامو زغرب. منتخب مقدونيا ما هوش منتخب غلس خالص، بالعكس منتخب مجهول عايز اشوفه وعايز اتفرج عليه ومستني اشوفهم هيعملوا ايه. ولكن توقع طبعا منتخب مقدونيا يبقى في المركز الرابع، وكمان يعني لو حصلت مفاجاه بقى ومعجزه من المعجزات اللي بتحصلش غير كتير، غير قليل جدا بصراحه، ان مقدونيا ياخد مركز ثالث من اوكرانيا والنمسا، لو اوكرانيا والنمسا مستواهم كان تقيل في البطوله دي بصراحه. غير كده مقدونيا هيبقى في المركز الرابع. وبس هو ده توقعي وتحليلي للمجموعة الثالثة اللي بقول لكم مجموعة واقعة من اليوروبا ليج، ولكن فيها فرق تخليك تفتح التلفزيون وتتفرج عليهم زي اوكرانيا وزي النمسا وحتى مقدونيا، ممكن تحب تتفرج على كام لاعب منهم. بصراحة مجموعة انا مستني اتفرج عليها، مع انها مجموعة صغيرة ومجموعة ما حدش اتفرج عليها تقريبا، لكن انا مستني اشوف المجموعة دي هتعمل ايه، من هولندا ومن اوكرانيا ومن النمسا وحتى من مقدونيا. بس في الاول وفي الاخر ده كان رايي انا، راي شخص واحد، قول رايك انت في الكومنتس في المجموعة الثالثة، واللي كمان توقعات لترتيب المجموعة. ولو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل لايك عشان توصلك براءة من الناس، ولو أول مرة تشوفني اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان تجيلك حلقات أول بأول، وطبعا على الشانل بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام في الديسكربشن تحت، واعمل اشتراك على فيسبوك ريتويت على تويتر. وكمان كنت بشوف في الحلقة الجاية، سلام.